ولا في ماشي برا كلام كان جاب سيادة نتظاهر أمام المفوضية بشكل سلمي لكي نبين لهم رأينا ورأي الشعب الكردي عامة ضد الاحتلال التركي في مناطق روجافا وبالأخص ما بين رأس العين وتل أبيض الذي الآن الدولة التركية تنتهك جميع الأراضي وتنتهك جميع الحقوق الكردية وتؤبد الشعب إبادة جماعية وتدمر البنية التحتية. بو ایرو مشامه لدجی داگر کریه یه لدجی عرب سریان کرد ام درباز بون من اما یا خواه گی جی پی ویز و امیل سر بسکنن و ام جی بورن ام جی آشیدیه و دموقراسیه دخوازن و پشگریه و بکن و مسپاسیه وی گلی دکن.